هدي لحضرتك مثل واحد في رقم واحد في ثانية واحدة. قيمة مصر بتستهلكه من القمح سنويا 11 مليون طن قمح. كلام محترم. عدد الفقراء في مصر قد ايه؟ ما هو انا بدي الدعم للناس الفقراء او المستحق للدعم. نسبة الفقر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قال 25%. البنك الدولي قال 32%، صندوق النقد قال 35%. انا صلاح جود اقول لك 50%. 50% من الشعب المصري فقير ويستحق الدعم. كلام محترم. لو احنا بنستهلك كلنا 11 مليون طن قمح للخبز وللعيش بقى الفينو والكايزر والباتون ساليه والباتيهات والجاتوهات والتورتات والكلام ده، نقسم دولت نقول نص الشعب ياخد 7.5 مليون طن والنص التاني 7.5، لا الفقير هياكل اكتر، نقول 8 ل 9 10 مليون طن يستخدمهم الفقير. الفقراء اللي هم ال 40 مليون اللي يستحقوا الكلام ده 10 مليون طن، وبقيه الشعب المصري الجزء الثاني هيستخدم من ال 15 5 تلتين وتلت، كلام عادي. طيب مصر بتدفع في دعم الموازنه العامه للدوله في دعم الخبز فقط قد ايه؟ 22 مليار جنيه. سعر طن القمح عالميا من 280 ل 320 وفقا لرتبه ونوع القمح. نقول المتوسط 300 دولار. 300 دولار يعني 2000 جنيه، 2000 جنيه ال 22 مليار يجيبوا لي 11 مليون طن قمح. 11 مليون طن قمح. الفقراء لو اديتهم 10 مليون مجانا اللي هم بياكلوا بيه العيش، ابقى الحكومه دافعه ثمنهم ووفرت مليون طن قمح حطيته في فلوسها في جيبها. هي دي الاداره. يبقى انا اديت لكل بني ادم خمس ست رغيفه يومي مجانا. مجانا من ال 40 مليون مواطن الفقير، والحكومه وفرت مليون طن قمح عندها، دي الاداره. نشوف بقى اللي بيحدث ايه؟ 40% من الرقم ده يذهب للناس وال 60% بيذهب للوسطاء. لما نقول اداره رشيده للكلام يبقى تك، وفي خطط لده. احنا مش هنخترع العجله يا استاذ، انا مش هاجي اخترع البتاع ده دلوقتي. او ده اخترعه، الناس اخترعوه. نشوف الخلق اللي بره والعالم ده عمل ايه ونجيب منه، ونغش في الفتره دي ونقلد في الفتره دي. هونج كونج كانت بتجيب الحاجه الهندسه العكسيه وترجع بيها، بس هو ده الكلام مليء كله الناس. احنا بنقعد نفكر اصل الازمه وهنعمل، يا سيدي ما تفكرش يا سيدي، انت تفكيرك لسه بدري عليه. الناس فكرت ونشوف في ايه، واللي يصلح بره ناخده مننا نطبقه. انا اديت لحضرتك مثل واحد لنموذج واحد اللي هو اهم حاجه اللي هو الخبز اللي موجود. 22 مليار طن، 22 مليار جنيه ب 11 يطلع لي 11 مليون طن قمح. انا بستهلك 10 فقر مدفوع ثمنهم، يعني كل واحد يقوم من النوم، كل فرد مش كل عيله، كل فرد ياخد خمس ترغيفه مجانا كل يوم، والحكومه تبقى وفرت. ايهما افضل؟ هي دي الاداره.